السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات العلبة والسعر الرسمي الذي ينزل به موتورولا موتو اكس 30 برو. هذا الهاتف الغاية في الروعة. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. بالنسبة للمواصفات الكاميرا للموتورولا موتو اكس 30 برو سيكون في الفيديو القادم. في هذا الفيديو سنركز فقط على محتويات العلبة والسعر الذي ينزل به الجهاز. ومع فتح العلبة أول ما نجده هو الهاتف. هذا هو الموتورولا موتو اكس 30 برو، تصميم ممتاز جدا، ماسكة الجهاز بريميوم للغاية، فعلا تحس انه جهاز فلاجشيب، وهذا يعود الى مواد التصنيع البريميوم بوجود الزجاج على الظهر الذي يأتينا ايضا محمي بكورنينج غوريلا جلاس 5. بالنسبة لبقية محتويات العلبة اصدقائي، نجد كيبل شحن وشاحن صاروخي. كيبل الشحن بدون شك يأتينا من نوع USB Type-C، وهذا الشاحن أصدقائي يأتينا بسرعة 125 واط. نعم 125 واط. تجربة الشحن ستكون من 0 إلى 100% في 19 دقيقة، وهو رقم خرافي. هذه هي كل محتويات العلبة بالنسبة للسعر الرسمي الذي ينزل به الموتورولا موتو اكس 30 برو 5G، هو 550 يورو، ما يعادل 570 دولار. سعر ممتاز جدا مقارنة بالمواصفات التي ينزل بها هذا الجهاز. يقدم مواصفات فلاجشيب وبسعر فئة متوسطة عليا. ترقبوا فيديو المواصفات. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.